مرحبا. الخنادق المحيطية هي انخفاضات شديدة بأعمق أجزاء المحيط، محل ما بتندفع القشرة القديمة لأحدى صفائح تكتونية تحت صفيحة أخرى مكونة الجبال أو البراكين بعمق البحر أو على اليابسة، أو أحياناً ممكن تسبب زلازل. بتشكل الخنادق المحيطية بعمقها يلي بيتجاوز 6000 متر ما يعرف باسم منطقة الأخاديد القاعية العميقة، بما يمثل على الأكثر حوالي 45% من أعماق المحيطات بالعالم. أعمق خندق بالعالم هو خندق ماريانا الموجود بجنب جزر ماريانا. نرجع لأخبار طقسنا، فعم يبقى بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، وعم بيكون سديمي حار نسبياً بالمناطق الشرقية والبادية. أما درجات الحرارة فبعد أعلى من معدلاتها بشوي بأغلب المناطق السورية. بالنسبة للرياح عم بتكون متقلبة لجنوبية غربية معتدلة لخفيفة السرعة، عم توصل ل 27 كيلومتر بالساعة، والرطوبة عم تتراوح بين 45 و80%. أما البحر فعم يكون خفيف ارتفاع الموج، ودرجة حرارة المي 27 درجة. رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون الطقس بالساعات الجاية بالعاصمة السورية دمشق. عم بيكون صحو مشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح فيها بين 16 وال 34 درجة. أما كيف عم بيكون الجو بأهم المدن والمناطق السورية، رح نبدأ من مدينة السويدة. الطقس عم بيكون صحو مشمس، ودرجات الحرارة فيها عم توصل ل 30 درجة، ودرع درجات الحرارة بين 15 و33. أما بالقنيطرة فدرجات الحرارة عم تتراوح بين 15 و29 درجة، وطقسنا مكفي صحو مشمس. بالمنطقة الوسطى بحمص وحمام، طقسنا مكفي صحو مشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حما بين 18 و34 درجة. رح ننتقل سوا على الساحل على طرطوس واللاذقية لنشوف طقس هونيك كيف عم بيكون. غائم جزئيا، ودرجات الحرارة باللاذقية عم توصل لل 31 درجة. وبلواء اسكندرون درجات الحرارة عم تتراوح بين 24 و30 درجة. بالمنطقة الشمالية بحلب وإدلب طقسنا عم بيكون صحو مشمس، ودرجات الحرارة عم تتراوح بمدينة حلب بين 18 و34 درجة. أخيرا رح ننتقل سوا لنشوف كيف عم يكون طقس المنطقة الشرقية. بمدينة الرقة جونا عم بيكون سديمي، ودرجات الحرارة عم تتراوح بين 22 و36 درجة. وبالحسكة درجات الحرارة بين 20 و36، وأيضا طقس مكفي سديمي. أما أخيرا بدير الزور درجات الحرارة عم تتراوح بين 23 و38 درجة، وطقسنا مكفي سديمي. هاي كانت أخبار طقسنا للساعات الجاية. لتعرفوا تفاصيل أكثر عن طقس الأسبوع انطروني بكرة. باي.